بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بسكشن 5 بعنوان CVP Analysis Multi-Production Calculations. طبعا معروف أنه CVP Analysis معناها Cost Volume Profit Analysis، بمعنى تحليل مقارنة الإيرادات الناتجة من الكمية المنتجة مع تكاليف تلك الكمية، بحيث أنه نحصل على البريك إيفن، نقطة التعادل. وطبعا الآن في حسبة أو احتساب البريك إيفن أو الكوست فوليوم بروفيت أناليزز على أساس أكثر من منتج. إحنا الفيديوهات السابقة اشتغلناها على منتج واحد، الآن بنشتغل على منتجين اثنين أو أكثر. كالعادة عندما ندخل في دائما في بداية السكشن بنشوف بنعرض المكونات تبعت الوحدة، هيها Study Unit 10 CVP Analysis. طبعا أكيد إحنا في Part 2 CME 2020، وعندنا هاي سكشن 5 CVP Analysis Multi Product Calculations، وحندخل في الموضوع على طول. طبعا هذه الماتيريال بعطيها فيديو، والمالتيبل تشويسز بعطيهم كمان فيديو. فالماتيريال حنبدا بمالتي اور مالتيبل برودكتس اور سيرفيسز، يعني اذا كان عندنا اكثر من منتج أو أكثر من خدمة، كيف بنا نحقق نقطة التعادل؟ A multi-product break-even point، نقطة التعادل فيما يخص أكثر من منتج. In units، بالحبة بالوحدة. Can be calculated as follows، يمكن حسابتها أو احتسابها كما يلي. Multi-product break-even point يساوي، طبعا هاي لازم تيجي هون، بس الصفحة ما بتسع حطوا لك اياها هون، تساوي total fixed cost على كالعادة fixed cost بالبسط على contribution margin لما بتكون single. الآن unit contribution margin لما بتكون أكثر من وحدة معناته بسموها weighted، هيها weighted average unit contribution margin. لكن تفاصيلها منين بتيجي unit contribution margin؟ من الـ Selling Price. إذا Weighted Average Selling Price، الوزن المرجح لسعر البيع للنوع مثلا A ونوع B ونوع C وهكذا، ناقص Weighted Average Variable Cost، برضو التكاليف المتغيرة بالمتوسط المرجح برضو لـ A و B و C حسب الوحدات، حسب المنتجات الموجودة عندنا كمالتي برودكتس، أكثر من منتج. المالتي برودكت بريك إيفن بوينت، نقطة التعادل لما بتكون الشركة تنتج أكثر من منتج، نفسها توتال فيكس إكسبنسز، هنا سماها توتال فيكس كوست، نفس الشيء تكاليف ثابتة، على الويتد أفريج يونت كونتريبيوشن مارجن، بمعنى إنه قديش بننتج من A بناخذ الكونتريبيوشن مارجن، قديش بننتج من B بناخذ الكونتريبيوشن مارجن. طبعا بنوزنها بعدد الوحدات بتاعتها، يعني اذا انتجنا من A 100,000 انتجنا من B 200,000، اذا بنضرب 100 ومن B بنضرب 200 وهكذا. هذه قضيه الويتد افريج كونتريبيوشن مارجن، وبنطلع الويتد افريج مرجحا بالاوزان. طبعا هذا كله كلام اذا ما مريت على كالكوليشن وفهمت من الكالكوليشنز. هلا حنروح بعد شوي على calculations، ترجع تقراها من جديد تجد انه الامور سهله، ما هياش طلاسم. لذلك دائما كنا نقول احنا في تدريس ماده نظريه فيثاغورس اللي هي مربع الوتر يساوي مربع مجموع الضلعين الاخرين تبعين المثلث، لكن لا يمكن حد يفهمها الا نجيب calculation ونجيب مثلث قائم الزاويه ونطلع مربع الوتر ونقيس الضلع والضلع ونربع ونجمع بيطلعوا قد بعض، فالكالكوليشن بتوضح الفكرة. The weighted average selling price، الوزن المرجح لسعر البيع،
and weighted average variable costs والويتد، وكذلك القيمة المرجحة أو التكلفة المرجحة للمتغير للتكاليف المتغيرة للمنتج are calculated using sales percentage، يحتسب باستخدام السيلز percentage of the individual product in the total sales mix. إذا كان عندنا أكثر من نوع من المنتجات مخططين نبيع أكثر من نوع، إذا عندنا مبيعات مختلطة، وبالتالي لكل منتج منطلع الـ percentage of sales or sales percentage، يعني الـ variable تنسب للسيلز، وبالتالي الـ contribution margin ينسب للسيلز زي ما أخذنا بالفيديوهات السابقة. A multi-product break-even point provides إذن نقطة التعادل لا الـ multi-product يعني إنتاج أكثر من منتج تزود أو تعطي the break-even point of composite units، تعطينا نقطة تعادل لا مجموعة من الوحدات أكيد المختلفة which is mixture of all the different products، والتي هي عبارة عن خلطة خليط لكل المنتجات المختلفة of all the different products. From this من هنا individual break-even points can be calculated، نستطيع احتساب اللي هي البريك ايفن بوينت لكل نقطة لكل منتج لوحده. بعد ما نطلع بريك ايفن لكل المنتجات لكل الشركة منطلع منقدر نطلع البريك ايفن لكل منتج لوحده. ودائما انا يا ريت اللي بيعطوا المادة يعطوها بشكل انه يعرضوا بالاول الكالكوليشن بعدين يعرضوا المادة، لكن للأسف ما في مشكلة. No unique break even point exists in a multi-product problem، يعني ما في نقطة واحدة تعتبر break even وخلص نقطة زي ما كانت بالسنجل product، لا هون ما في unique break even point exist، في أكثر من break even لأنه في أكثر من منتج. The break even point varies with the sales mix، لأنه البريك إيفن تتذبذب أو مش تتذبذب يعني تتبع خلطة، تتبع الخلطة، تتنوع حسب الخلطة، تختلف حسب الخلطة، الخلطة اللي هي السيلز ميكس من A ومن B، لأنه العبرة بالإنتاج والبيع مش بس بالإنتاج، العبرة بالإنتاج والبيع. أنا دائما لغتي في هنا في المادة أنتج وأبيع، وأبيع هو بقول أبيع اوكي بالمبيعات ما في مشكلة. It is lower if a greater quantity of high contribution margin product is sold and vice versa. إذا البريك ايفن بوينت بتكون أقل إذا أكبر كمية من الهاي كونتربيوشن، يعني إذا نبيع منتج إيه الهاي الكونتربيوشن مارجن تبعه عالي، شو معناته؟ عالي شو معناته؟ معناته المقام عالي، معناته الجواب تبع الكسر كله بقل. إذا هيها it is lower، هيها fixed cost or total fixed expenses على weighted average، إذا واحدة منهم ها واحدة منهم الـ unit contribution margin لو نوع من أنواع المنتجات مرتفع جدا، إذا بده يكون هذا على مرتفع معناته بيكون الجواب هنا lower. is sold and vice versa، والعكس صحيح، إذا كان الـ unit contribution margin منخفض بيطلع الجواب كبير higher. A multi product break even point in sales dollars can be calculated as follows. إذا هلا قديش بدنا نطلع نقطة التعادل لأكثر من منتج؟ في عندما تكون لدينا مبيعات بالدولار كان بي كالكوليتد. طبعا هلا قبل شوي هنا بالكمية بالكوانتيتي. ليش؟ لأنه بيستخدم اليونت كونتريبيوشن مارجن. هنا لا بيستخدم الدولار، الجواب بالدولار معناته بدك تستخدم اليونت contribution or contribution margin ratio، تتذكروها الريشو يعني تنسب الى السيلز. خلنا نقول او خلنا نشوف weighted average contribution margin ratio. ratio يعني شو معناته ratio؟ ratio معناته نسبة ال P minus V على ال P، ال price minus variable cost على ال price. شو يساوي weighted average unit contribution margin
على الـ Weighted Average Unit Selling Price. إذن الـ Unit Contribution Margin على الـ Selling Price، لأنه هاي تساوي P minus V. طبعا إذا عندي أكثر من نوع P1 minus V1 و P2 minus V2 و P3 minus V3، إذا كان عندي ثلاث منتجات بنطلع على الـ Weighted Average Unit Price، معناته Price 1 على Price 2 زائد Price 2 زائد Price 3. إذا أي وحدة تنسب للبرايس تبعها. مالتي برودكت بريك ايفن بوينت، اللي هي نقطة التعادل بالدولار على المالتي او للمالتي، يعني اكثر من منتج، يساوي توتال فيكس كوست لكل المنتجات للشركة كلياتها على الويتد افريج كونتريبيوشن مارجن ريشو. ريشو الريت اللي هي شو؟ اللي هي اليونت كونتريبيوشن مارجن على السيلز. خلنا نشوف الكلام الكالكوليشن حتى تتضح الامور بشكل افضل. اكزامبل 10-6 مالتي برودكت بريك ايفن بوينت. اي مانيفاكتشرر برودوسز تو برودكتس، المصنع ينتج منتجات اثنين، Product V and Product W، منتج V ومنتج ثاني W. Total Fixed Costs are 75,000، التكاليف الثابتة للشركة للمصنع كله 75,000. Variable Cost and Sales Data for these products are as follows، التكاليف المتغيرة وكذلك المبيعات أو بيانات المبيعات، بيانات المبيعات والتكاليف المتغيرة for these products لهذول المنتجين، ال V and W are as follows كما يلي. طبعا الصفحة ما قدرت أقطعها لأنها متواصلة مع بعض فجمعتها كلها مع بعض. إذن خلينا نكمل. Selling price per unit، سعر البيع للبرودكت V 10، سعر البيع للبرودكت W 18، Variable cost per unit، التكاليف المتغيرة لل V 7 ولل W 14، والبادجت سيلز يونتس، عندنا الكمية المنتجة والمباعة 6000 بادجت من الموازنة لأنه كله موازنات، و 18 ل W و 6 ل V. ذا طبعا أنا كنت بطلع بحيث بدي أقسمها، قلت بلاش ما أقسمها خلص خليها زي ما هي. The multi product break even point in units can be calculated as follows، هذا هو القانون اللي كنا نشتغل فيه هون. Multi product break even point in units، هيها in units can be calculated مش in dollars. اذا هون ما في بسموها ratio، بس unit contribution margin. ال weighted average unit contribution margin شو ببدأ؟ ببدأ بال V، 10 دولار ناقص 7 اللي هي ال variable، بطلع عندنا ال contribution margin تبعهم 3 ضرب قديش مجموع الوحدات التي سيتم إنتاجها وبيعها أو بيعها 6000. إذا 6000 بالبسط مشان نلاقي حصة الـ V، الحصة النصيب تبع الـ V منها المالتي، 6 على 6 زائد 18، هذول مجموعهم 6 زائد 18. إذا في 6 على 6 زائد 18 قديش نسبة الـ V؟ أنتم شايفين 6 إلى 18 يعني 1 إلى 3، بإمكانك تعملها 1 إلى 3 بلاش 6 على 18 إلى 18. أوكي؟ بيطلع 10 ناقص 7 تساوي 3، اللي هي البرايس ناقص الفاريبل تساوي 3 كونتريبيوشن مارجن لليونت، ضرب 25%، 6 على 6 زائد 18 يعني ربع، يعني الواحد، ألا تعتبر الواحد هاي من هذول 1 و3 يعني 1 من 4 يعني 25%. إذا 3 في 25% زائد باجي لهون تبعت الدبليو،
برضه باخذ البرايس 18 ناقص 14، هي 18 ناقص 14، لاحظ في زائد بيناتهم، ضرب ال 18 بسط على 6 زائد 18، هي هاي تلاحظ هون، هاي الثلاثة ثلاث أرباع، هذه تلاحظ هذول الثلاثة، هذه ربع وهاي ثلاث أرباع، كأنه بقول هذا ربع وهي طلعت ربع 25، وهون ثلاث أرباع لأنها ثلاث ستات، وهون ستة واحدة مجموعهن 24، أربع ستات مجموعهن. إذا 18 على 6 زائد 18 بيطلع عندنا في 4، إذا هيها 18 ناقص 14 يساوي 4 الكونتربيوشن مارجن باليونت، ضرب 75% هاي على هذول 75%، شو بيطلع الجواب؟ 3.75، يعني اليونت كونتربيوشن مارجن يساوي 3.75، 3 دولار 75 سنت. برجع أعمل المعادلة مالتي برودكت بريك ايفن بوينت، هذا هي مالتي برودكت بريك ايفن بوينت، هذا هي توتال فيكس كوست على الويتد افريج، لا سوري هاي توتال فيكس اكسبنسز على الويتد افريج يونت كونتريبيوشن مارجن، مارجن مش ريشو، هذه مارجن. طيب اوكي، اذا هي توتال فيكس كوست قديش بالسؤال؟ 75,000، هي حطيناها 75,000 على الويتد افريج كونتريبيوشن مارجن يونت كونتريبيوشن مارجن، هي 3.75، هي 3.75 بيطلع، هذه على هاي بيطلع 20,000 كومبوزيت يونتس، يعني للشركه كلها معناته في عندنا 20,000 يجب انتاجهم وبيعهم، كومبوزيت يعني مركب من ايه؟ من في and W، من V and W، كل حسب كل حسب نسبته، هذا الربع وهذا ثلاث ارباع، اذا مجموع 20. طيب ال 20 كلهن معناته V قديش نسبتها؟ اذا وتساوي خمس، طبعا هي ال 20 كومبوزيت يونتس هيها، بعدين therefore the break even point in product V هذا الربع لانه 6 من 24 مجموعهن يعني 25%. إذا بضرب 20,000 ضرب 25% اللي هي 6 على 6 زائد 18 بطلع 5,000، إذا حصة في ننتج ونبيع 5,000 حبة. Therefore the break even point for product W شو يساوي؟ 20,000 composite units ضرب 18,000 على 6,000 زائد 18,000 وتساوي 15,000 يونتس، لانه هي طلع هذه ربع هذا كلهن، هذا هاي واحد وهاي ثلاث، يعني واحد الى ثلاث يعني مجموعهن اربع، يعني واحد من اربعه 25، ثلاث من اربعه 75%، ضربها هون بال 18 على يعني 75%، اوريدي احنا طلعناها قبل شوي هون 75%، اذا الجواب 15 من ايه؟ من دبليو، لازم ننتج. The multi-product break-even point in sales dollar can be calculated as follows. هلا بالدولار، هذول اللي طلعناهم باليونتس، طيب بالدولار قديش؟ من طبق القانون weighted average contribution margin ratio، هيها هذا هي ratio، شايفينه weighted average contribution margin ratio، هيها ال R شو تساوي؟ weighted average على ال weighted selling price، هيها weighted average contribution margin unit contribution margin على ال weighted average unit selling price. قبل شوي طلعناها ال weighted average unit contribution margin 3.75، هيا 3.75 على ال weighted، هيا سعر البيع 10، 10 في 6000 على 6000 زائد 18، هيا 6000 على 6000 زائد 18 المجموع الكلي، هاي جزء من المجموع الكلي، إذا هاي على 6000 على 10 في 6000 على 6000 زائد 18 زائد برضو 18، هيها في 18000 عددها على 6 زائد 18000، شو بيطلع الجواب؟ بيطلع 3.75 على 10 في 25%، هاي هذول كلهم 25% زائد 18 في 75%، 18,000 على 6,000 زائد 18,000،
تمام؟ شو بطلع الجواب؟ 3.75 على 16 دولار. هاي ضربناها بهاي، هاي 10 في 25 بيطلع 2.5، 18 في 75 ثلاثة أرباع، بيطلع المجموع 2.5 زائد أكيد هذه فيها كسر، ثلاثة أرباع يعني على 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 أربعة، أو في ثلاث على أربعة، المهم بيطلع الجواب 16. هذول الثنتين. شو بيطلع الجواب كله؟ يساوي 0.234375. شو بسموها هاي؟ Weighted Average Contribution Margin Ratio، اللي هي البي ماينس في بالدرس الماضي على في على البي، نسبناهم على البي. ما هي البي؟ هذا هي البي، 10 سيلز وهي 18 كل واحدة بوزنها. إذا مالتي برودكت بريك ايفن بوينت شو تساوي؟ توتال فيكس كوست اللي هي شو؟ 75,000، هيها هيها 75,000 على ويتد افريج كونتريبيوشن مارجن ريشو على هاي، شايفين هاي 0.234375، بطلع الجواب 320,000 دولار المبيعات للشركة حتى تعمل بريك ايفن بوينت. اعتقد انه الشرح واضح، وطبعا اذا تعثرت بشيء انتظر كمان المالتيبل تشويسز حنحلها برضه، وبترجع تعيد على الفيديو من جديد حتى تستوعب الموضوع. سهل الموضوع، ما هوش صعب. طيب تشويس اوف برودكت، كيف تختار المنتج؟ مرات عندي ميكس اي وبي وسي ودي، كيف بدي اختاره؟ عندي ساعات محدوده، كاباسيتي محدوده، اما بالساعه او باليونتس تو بي برودوس. من تنتج اولا؟ اكيد تنتج اولا اللي هو اليونت كونتريبيوشن مارجن تبعه اعلى. بس وين ريسورسز ار ليميتد، اللي هي ساعات العمل محدوده، او الكباسيتي محدوده، او البشر محدود، او الى اخره. بس احنا تركيزنا معظم على ساعات العمل. اي كمباني مي برودوس اونلي سنجل برودكت، يعني الالات ما تقدر تشتغل الا 100,000 ساعه. اذا may produce only single product، إذا الشركة ممكن تنتج بدل A و B و C بتنتج يمكن B، لأنه البي أكثر contribution margin وتأخذ ساعات أقل وكذا. حنشوف الوضع. break even analysis at of this of the point where تحليل نقطة التعادل of this point اللي هي نقطة التعادل where the same operating income or loss will result regardless of the product selected. طبعا بالبريك ايفن بوينت بتطلع عندنا نفس النتيجه تبعت الاوبريتنج انكم بغض النظر عن المنتج الذي اخترناه. is calculated by setting the break even formula by the individual products equal to each other by the individual products equal to each other. اذا عندما نطبق على كل منتج من المنتجات، قبل شوي طلعت معانا هاي 5000 وطلعت معانا هاي اللي هي الدبليو 15000، اذا طبقنا على الخمسه وإذا طبقنا على 15 فإن النتائج خلنا نسميها متماثلة. is calculated by setting the break even formula of the individual products equal to each other، متساوي بعضها مع بعض. example assume a leaser can rent a property to either of two leases. إذا نفترض أن هناك واحد بده يؤجر بروبرتي، عقار معين، كارنت بروبرتي تو ايذر اوف تو ليزز، ليزيز لاي من اثنين بدهم يستاجروا هذا العقار. وان ليزي، واحد من الليزي اوفرز ايرنت في اوف 100,000، واحد قال بدفع لك 100,000 بير يير بلس 2% اوف ريفينيو، زائد 2% من كل الايراد تبعي اللي بده ياخذ العقار او الاله. The other leasee offers، المستاجر الثاني عرض 20,000 بير يير كل سنه 20,000 بلس 5% ريفينيو، 5% ريفينيو، اذا من كل الريفينيو بيعطي 5%. The optimal solution depends on the level of revenue، الحل المناسب يعتمد على مستوى الريفينيو. A typical CMA question asks at what level the leaser will be
indifferent. إذن الأسئلة تبعت أو السؤال تبع الـ CMA أو السؤال النمطي للـ CMA يسأل At what level the laser will be indifferent؟ ما هو المستوى الذي يصبح المؤجر بحيرة من أمره؟ يا يروح على الليزي A يا يروح على الليزي B. الليزي اللي بيدفع 100,000 سنوي زائد 2% من كل الإيراد السنوي، أو الليزي اللي بيدفع 20,000 سنوي زائد 5% من الإيراد. متى تصبح يعني نقطة تعادل؟ قصده نقطة التعادل. The solution is to equate the two formula as follows. لازم نعمل معادلة. المعادلة الأولى 100,000 هيها زائد 2% من R الريفينيو. المعادلة الثانية 20,000 هيها زائد 5% من R الريفينيو. الريفينيو هو نفسه، يعني نفس الار تبع العملية هون ونفس الار تبع ما عملناش 2 ارز مشان نقدر نحل. اذا في ار واحد بالسنة، فمتى بصير في حيرة من امره المؤجر؟ هاي المعادلة 100,000 زائد هاي 2% ار، جبنا 5% ار هاي لهون طرحناها صارت هاي، او جبنا هاي لهون، هاي جبنا لهاي لهون، هاي الصغير جابناها لهون صارت هاي ناقص وهاي زائد، هذه صفة 3% R بس ما حطهاش بنفس الجهة ورجعها لهون 3% R. تمام. بالمقابل بدنا ننقل هذه، ما دام هاي نقلناها لهون إذا هاي ننقلها لهون، هاي بتصير سالب 100,000 سالب 20,000، الجواب بيطلع 80,000. سواء كان هاي هون وهذه هون نفس الشيء، هاي إذا قلنا 80,000 تساوي 3% R نفس الشيء ما دام الإشارة موجب، وإذا كانت سالب بالرياضيات بتضرب 2 بسالب بيطلع عندنا موجب، ما مشكلة. إذا الـ R من هذا يساوي 80,000 على 3%، إذا الـ R تساوي 2,666,667 where R يساوي revenue. إذا بهذه الحالة عندما يصل الريفينيو 2,666,667 يصبح المؤجر في حيرة من أمره، مش عارف شو يختار. طبعا بالتأكيد إذا زاد الـ R، لاحظ إذا زاد الـ R معناته العقد هذا تبع 20,000 أفضل، إذا زاد على 2,666,667، وإذا نقص بنرجع لهذا الثابت زائد 2%. Thus, if revenue were expected to be less than نقص عن هذا، the leaser would prefer the large fixed rental of 100. بروح على القيمة الثابتة. قيمة الثابتة، عم من حالي بالـ 100,000. And the smaller variable rental. هاي variable rental. أوكي؟ وإذا كان أكبر، لا والله بروح على 20,000 لأنه في خير كثير حيجيني من 5% في هذا، إذا كان أكبر 3 مليون 4 مليون إلى آخره. إذا الجواب عندنا هون، سوري الفيديو هذا خلص، وحننتقل الآن للفيديو رقم 2، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.